إذا بتفتح منشات جريدة الأخبار اليوم اللي هي جريدة حزب الله بشكل أو بآخر، بالمنشات في هجوم قاسي على الرئيس نبيه بري، بيقول بالحرف، اسمحي لي أقرأ أربعة أسطر. بيقول المنشات: يشهد الحقل السياسي في هذا السياق تحالفات غريبة عجيبة تجمع معا القوات اللبنانية وكل مسيحيي 14 أذار إلى جانب وليد جملاط وحتى الرئيس نبيه بري، اسمعي مزبوط، وصولا إلى النواب السنة المستقلين والتغييريين، وكل هؤلاء يتقاطعون عند هدف واحد اسمه أن يخرج الرئيس ميشيل عون من الحكم مهشما بصورة كبيرة وتحميل حزب الله مسؤولية التدهور في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. هيدا الكلام حضرتك عم بتفسره هجوم على الرئيس نبيه بري، البعض الآخر بفسره أنه فعليا هن ما خصهم بما جنتهم يداه يعني الرئيس عون وسياسة الرئيس عون اللي حتى النائب جورج عدوان انتقد سياسة العهد. منشات الأخبار عم بيقول أنه الرئيس نبيه بري جزء من حلف ضد حزب الله. هيدا كلام كتير خطير. هيدا بيعني أنه حزب الله ليس معزولاً على المستوى الوطني فقط، بل هو معزول حتى داخل الطائفة الشيعية. بس وين عم مزبوط اختلاف بين الخلاف الثنائي. إذا الخلاف بين الثنائي الشيعي واصل لأنه منشات جريدة الأخبار تعتبر الرئيس نبيه بري جزء من حلف غريب عجيب مهمته تهشيم حزب الله وتحميله المزيد من المسؤولية عن المزيد من التدهور، هذا كلام كتير كبير. هذا يعني في شقاق، يعني حزب الله مش بس ضاق ذرعا بالخصوم والنائب محمد رعد هلا عم بيقول له انتهوا على الحكومه وممنوع ما تشاركوا، لا، رئيس نبيه بري ما قادر يحملوه. طب مين بدهم يحملوه؟ بس استاذ محمد كمان الاخبار قريبه من الوزير جبران باسيل، يعني ممكن هذا الكلام ما يكون يمثل حزب الله بقدر ما هو يمثل حزب الله يعتبر الوزير جبران باسيل، لانه هيدا كلام الحرب هيدا كلام علنيه ومعروفه. هذا كلام ينقل اجواء حزب الله، مش جبران باسيل بيقول انه حزب الله معتبر في حلف ضده وضد تهشيم صورته. مش جبران باسيل بيحكي باسم الحزب بجريده الاخبار، يعني هيدي خليها تكون واضحه. بس مش ما بتقبل جريده الاخبار تكون ناطقه بلسان جبران تزويرا عن راي حزب الله. خليني اقول لك شغله ثانيه، في رقم يستعمل بوسائل الاعلام بكثره، من فترة كان الزميل بسام أبو زيد مستضيف الدكتور توفيق الهندي وعم يحكوا عن الشيعة. أنا نبهني إلى الصديق أسامة وهبي على فيسبوك، بيقول الزميل بسام أنه 90% من الشيعة مع حزب الله. بيكمل الدكتور توفيق الهندي: إيه وكذا، وبيكملوا الحديث عادي طبيعي. قلت بدي أشوف الأرقام. أنا رحت جبت كل الأرقام تبع تصويت الشيعة بالانتخابات النيابية اللي صارت من شهر بكل الدوائر الشيعية، بعلبك الهرمل، بعبدة، الجنوب الثالثة، مرجعيون، حاصبية، بنت جبال، نبطية، وصور الزهراني. تبين بالأرقام أنه حزب الله يمثل بين 24 و27% من الشيعة فقط. في حوالي 11 ل12% صوتوا لحركة أمل أو حتى 13 ببعض الدوائر، وبقية الشيعة إما صوتوا لخصوم الحزب أو للوائح أخرى ادعت أنها تغييرية، وإما لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي برجع بقلك هذا الرقم لازم يكون كتير واضح، حزب الله يمثل ربع الشيعة فقط في لبنان وليس 90% من الشيعة، وعلى ما يبدو ضاق ذرعا حتى بالرئيس نبيه بري. يعني طيب بس اذا بدنا نقرش المواقف استاذ محمد، يعني وين عم بيكون حزب الله؟ بس وين عم بيكون في اختلاف بالمواقف ما بين حزب الله وما بين حركه امل؟ يعني شفنا بالتكليف الموقف ذاته، شفنا بانتخابات مجلس النواب الداخليه كمان الموقف ذاته، بكل المواقف المفصليه عم بيكونوا موقف واحد، وبالتالي وين في هذه الاختلافات؟ تساليني الي اسالي اللي عامل المنشط، لازم توضيح من حزب الله او من الجريده انه في خلاف. انا مش عم بخترعه، منشات جريده الاخبار عم بيقول عنه في خلاف، في اختلاف بالرؤيه. الرئيس نبيه بري لو كانوا موافقين على سلوكه بمفاوضات الترسيم ما كان يمكن نقلوا الملف عند ميشيل عون. هل هن موافقين على اللي كان عم يعمله الرئيس نبيه بري؟ ما بعرف. لا. بالامور المفصليه وبالامور الكبيره وبالامور الصغيره التزموا بالدستور، لان اللي بيفاوض بهذه الشؤون هو رئيس الجمهوريه. كان له 4 سنين الدستور نايم بجرور سليم جريصاتي، 4 سنين رئيس ميشيل عون والرئيس بري عم بيفاوض، وين كان الدستور؟
شو خص الدستور؟ هي مسائل ما لها علاقة بالدستور، لها علاقة برغبات القيمين على البلد ورغبات المرشدين الأعلى للبلد، مش بالدستور. وقال لك يعني من أول لحظة فات عبد عبدة قال له اعطيني الملف.